ارتقاء بالعملية التعليمية وبث لروح المنافسة في الأوساط العلمية الشبابية والطلابية، اختتم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب مسابقة محافظ المحافظة للمبدعين والمبرزين في العلوم والثقافة والأدب. وقال مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إن المكتب سيعمل على تشجيع الشباب المبدعين في كافة مدارس المحافظة. العلم والارتقاء في مجالاته وحقوله يستلزم منا التحفيز المستمر للجهد الذاتي في سبيل التطور والتفوق العلمي. وما جائزة محافظ محافظة مأرب للطالب المبدع إلا رافداً من روافد التحفيز لأبنائنا الطلاب والطالبات وإثراء روح التنافس بينهم لتحقيق أعلى مستويات التفوق العلمي. الحفل الكريم، هذه الجائزة وسام وفاء للمبدعين والمبدعات وتقدير معنوي لهم وخلق بيئة من التسابق والإبداع وإبراز المواهب والقدرات. وكانت جائزة محافظ المحافظة قد مرت بمراحل عديدة، ابتداء بفتح باب التسجيل للراغبين في المسابقة، شملت كل المدارس حتى التصفية النهائية التي خضعت لمعايير مشددة من قبل لجان التحكيم لكل قسم، والتي انتهت بفوز مبدعين من كل فن من الفنون. إننا مع أبناءنا وبناتنا الطلاب في جميع أنشطتهم سنكون عونا لهم، ونؤكد هنا من مأرب الصمود والتصدي إننا نسعى للسلام من أجل مستقبل أبناءنا وبناتنا، مستقبل السلام لا مستقبل الحرب لا مستقبل الانقلابات. ونقول إن الأمل قريب بالنصر إن شاء الله، وسينتهي الانقلاب الحوثي وسيعود السلام إلى جميع ربوع الوطن. نعم، احنا يوجد عندنا كثير من الموهوبات والموهوبين في مجال مختلفة، فنشكر لكل من ساهم، وأشكر سلطان العرادة، وأشكر لكل من له يد أو بصمة في هذا الحفل. وقام المبدعون بعرض إبداعاتهم في معرض شمل الرسم والتطريز وإبداعات متنوعة نالت استحسان الزائرين. وفي آخر الحفل تم تكريم الفائزين بجوائز نقدية ودروع، وهي محاولة على ما يبدو لتحريك النشاط التنافسي في مجالات كثيرة ومختلفة. خليل المليكي، سهيل، مأرب.